يبدأ الفيلم في مدينة سبك، أقدم مدينة في العالم، واللي بيحكمها الملك أخناتون، ويستعبد كل شعبه عشان يلقوا حجر الإيثيريوم اللي يقدر يعطيه قوة خارقة تخليه أقوى كائن في العالم وتعطيه الخلود اللي يحلم فيه كل ملك. وفي يوم بيلقى واحد من العبيد الحجر اللي يدور عليه الملك ويتجمعوا عليه كل العبيد عشان يأخذوه منه، لكن بيدخل ولد صغير اسمه حورت ويبعدهم عنه، ويروح العبد عشان يسلم الجوهرة للحارس، فيقول الحارس إنه الملك يشكره ويقول له إنه يرجع يكمل شغله، وهنا حورت بيقول للعبد إنه يطلب الجائزة اللي توعدوا فيها، ويطلب العبد من الحارس الجائزة للملك وعدهم فيها، فيمسك الحارس ويرميه من فوق الجبل ويروح باتجاه حورت عشان يقتله. لكن في اللحظة هذه بيتدخل واحد ويدافع عن حورت ويقول له انه طفل صغير ولسه مو فاهم حاجة، وياخذ معاه ويمشي ويقول انه ما رح يكون موجود دائما لحمايته، فيقول له حورت انه مو محتاج حماية وانه ما رح يقبل بالعبودية والظلم بعد كذا، ويروح يختفى الجوهرة من الحارس ويوقف امام كل العبيد ويشجعهم على الثورة ضد الظلم، ويمسك الحارس عشان يقتله، واول ما يرفع الحارس السيف عشان يقتله بيختفي حورت من المكان، وبيكون نزل تحت الأرض عند سحرة المدينة الستة اللي أنقذوه، ويقولوا له إنهم أعجبوا بشجاعته وراح يعطوه قوة أكبر من قوة الملك الظالم إذا قال كلمة واحدة واللي هي شازام، ويظهر آدم بالقوة الخارقة. ونشوف آدم بعد سنين طويلة وهو يحارب الأشرار وبيساعد صديقه أمون وأمه أندريا، ويطلق الأشرار النار لكن بيطير آدم ويخلص عليهم. ولكن في اللحظة هذه بيكون فريق تحقيق العدالة في سفينتهم الفضائية، ويحس القائد كينت بوجود آدم ويقول لسماهر إنه آدم هو الشخص الوحيد اللي يأثر على قناعه، وبالفعل يشوفوا آدم ماسك اثنين ويضربهم، ويقول طيار السفينة كارتر لكين إنه يقدر يساعدهم على مواجهة آدم وإنه قوته اكتملت ويقدر إنه يحارب، فيشوفهم آدم ويسيب الناس اللي كانوا في يد، وتنفتح باب الطيارة وينزل كارتر منها، ويقول كينت لسماهر وسالكون إنهم يجهزوا بسرعة عشان ينزلوا وراه، ويلبس قناعه ويختفي، ويطير كارتر وآدم في الهواء ورا الشخصين اللي رماهم آدم، ويقدر كارتر إنه يمسكهم قبل ما يطيحوا على الأرض ويموت، ويتفاجأ بإنه الناس تهتف لآدم، ويطلب منه كارتر إنه يسيب بلدهم في حالة، وبيقوم الاثنين اللي على الأرض ويجروا، فبيقتلهم آدم، وبيشوف إنه الشعب بيهتف لآدم ويشجعه، فيقول له كارتر إنهم يحاولوا يحققوا العدالة ويرجعوا السلام للمدينة حتى لو استخدموا القوة. ويوصل كينت للمكان ويقول لآدم إنهم بيعرفوه ويعرفوا تاريخه وقصته، ويقول له إنه عنده خيارين، يا إنه يرجع معاهم ويتحاكم على اللي سواه، أو إنه يقاومهم ويموت، ويختار آدم القتال. وبالفعل تبدأ المعركة، ويقدر كينت إنه يضلل آدم بقناع ويهجم عليه كارتر، ويقول له إنه يقول شازام عشان يرجع لأصله، ويستخدم آدم قوته ويقدر إنه يضربه، وبتجهز السماهر وسالكون عشان يشاركوا في القتال. ونشوف إنه كارتر بيمتص قوة آدم بسلاح ويعكسها عليه ويقدر إنه يضربه ويطيح آدم على الأرض، فيجري آمون باتجاه آدم عشان يساعد، وتنزل سماهر وتستغل قوتها وتجمع كل الحديد اللي موجود وترميها على آدم وتحاول إنها تحبسه بين الحديد، وينزل سالكون لكن بيلقى نفسه في مكان ثاني. وفي اللحظة هذه بيحاول آمون وأندريا إنهم يساعدوا آدم، لكن للأسف بيطيح ويطيح عليهم الحديد، ويقدر كينت إنه يلحقهم قبل ما يموتوا وينقذهم، ويتفاجأ بإنه الشنطة اللي مع أندريا فيها التاج سبك، وبتكون المعركة بين آدم وكارتر مستمرة، وتستغل أندريا هي وآمون الفرصة ويهربوا، ويهجم كارتر ومعاه سماهر على آدم، وفجأة بتبدأ عيون آدم تنور ويتحول سيليكون لعملاق كبير ويهجم على آدم، وفجأة بتنقطع الكهرباء عن المكان ويعرف إنه في حاجة صار، ويظهر آدم قوته الكاملة ويضربهم، وهنا يبدأ كل سكان المدينة يهتفوا باسم آدم ويقولوا لهم يبتعدوا عنه، وهنا بيسيبهم آدم ويختفي، ويروح كينت وراء أندريا ويطلب منها إنه يشوف الشنطة اللي معاها، ويقول لكارتر إنه معاه تاج سبك، وتقول لهم أندريا إنه مو معاها حاجة وتدافع عن آدم، لكن بيقولوا لها إنه آدم مو بطل زي ما هي فاهمة، فتقول لهم إنهم يروحوا ويقولوا الكلام هذا لكل الناس اللي مؤمنين فيه، ويطلب منها التاج ثاني. وفي الوقت هذا بيكون أمون أخذ التاج معه وهرب، ويفتحوا الشنطة ما بيحصلوا حاجة، ويقول لها كارتر إنه آدم قاتل ومجرم وإنها ما تعرفه على حقيقته، وإنه وقت ما بيغضب ما يقدر يتحكم في غضبه وممكن يدمر المدينة كلها، وعشان كذا هم جايين يأخذوه عشان يتحكم في قوة غضبه، ويطلبوا منها إنها توصلهم لآدم وإنهم يبغوا يتكلموا معه، فتوافق أندريا إنها توصلهم بآدم ويروح معاه لمكانه، وتطلب منه إنه يسمعهم وتقول لها إنها عرفت قصته، ونرجع للماضي ونشوف إنه آدم دخل على الملك إخناتون بقوته الخارقة وقتل وأخذ التاج، وتقول له أندريا إنها عرفت إنه ما يقدر يتحكم في غضبه وعشان كذا لازم يتكلم معهم. وبالفعل بنشوف وقت ما غضب آدم وقتل الملك ودمر المملكة كلها، لكن آدم بيقول له إنه ما راح يستسلم من غير قتال. في اللحظة هذه بيكون آمن وصل لعمه كريم وقال له عن اللي صار معه، وبيكون صديقه إسماعيل موجود، وفجأة بيطلع إسماعيل المسدس ويطلب منهم التاج، وبيكون التاج في الشنطة، ويهجم عليه كريم ويقول لآمون يهرب ويأخذ الشنطة معه، ويطلع آمون بسرعة من المكان، وللأسف بيطلق إسماعيل النار على كريم. وفي نفس الوقت بيقابل كينت وفريقه آدم ويتكلموا معه ويحاول يقنعه بأنه يسلم نفسه، وبتيجي مكالمة لأندريا من آمون يقول لها عن اللي صار معه وأنه متخبي في البيت، وتقول لهم أنه ابنها معاه التاج وفي ناس بيحاول يقتلوه، وتترجى آدم عشان ينقذ ابنه، وبالفعل بيطير آدم ويروح لمكانه بسرعة. وفي نفس الوقت بيطلع آمون من المخبأ ويحاول يهرب، لكن بيشوفه إسماعيل وبيطارده، وبتكون مع عصابته وبيمسكوه وبيكون مع واحد فيهم على مركبته ويرميه عشان يموت، لكن بيشوفه آدم ويقدر أنه ينقذ
ينقذه بسرعة ويطلع عشان يقضي على باقي العصابة، لكن إسماعيل بيقدر إنه ياخذ إيمون في مركبته ويهرب ويطير باقي العصابة وراه، فما بيعرف آدم في أي مركبة موجود إيمون، ويضطر إنه يطاردهم كلهم ويوصل سيليكون وسماهر عشان يساعده، ويروح كانت لبيت كريم ويحاول ينقذه، وبيكون إسماعيل أخذ إيمون في مركبته وهرب، فبيروح آدم يمسك الاثنين اللي أسرهم كارتر ويستجوبهم، فيقول الأول إنه ما يعرف حاجة فيسيبه يطيح، والثاني بيخاف من إنه آدم يرميه فيقول له على مكانهم ويرميه، وبيروح آدم يسأل أندريا عن المكان فتقول له إنها عارفها، وبيجي كارتر ويقول لآدم إنه نبهه ما يقتل الناس، فيقول له آدم كنت أعرف إنك حتنقذهم، وتقول لهم أندريا إنهم لازم ينقذوا ابنها بسرعة، لكن كارتر بيقول له إنه آدم ما رح يروح معهم لأنه مو بطل، فيحصل بينهم قتال ويجلس كانت يتفرج عليهم، وطبعا كارتر ما بيقدر يسوي شيء أمام قوة آدم، وبعدها بيضرب آدم الجدار ويطلع منه التاج ويروحوا كلهم للسفينة عشان ينقذوا آمون، وتقول لهم أندريا إنه في كتاب على التاج تقول الحياة هي الطريق للموت، وتمسك التاج وتقول لهم إنه التاج هو اللي حيوصلها لابنها، وإنها ما رح تسلمهم التاج ولازم يتعاونوا مع بعض، فبيوافق إنهم ينزلوا يدوروا على آمون ويبقى التاج معاه، وهنا بيروح كنت ويقول لكارتر إنه في أول فرصة حتسمح لهم حيمسكوا آدم، لكن كارتر بيقول له إنه آدم مجرم وإذا سووا معاه حاجة الولد حيموت، ويقول له كنت إنه ما أحد يعرف مين اللي ممكن يموت قبل مين، وهنا كارتر بيستغرب إنه عارف قدرة كنت على معرفة المستقبل، وبالفعل بيكون كنت شايف كارتر وهو بيموت، لكن طبعا ما يقدر يقول له حاجة، ويروح عشان يحطوا الخطة اللي اقتحموا فيها المكان، وينزلوا كلهم من المكان ويطلع آمون مع الحراس ويطلب منهم إسماعيل التاج، فيقولوا له إنه مو معاهم، فيهددهم بقتل آمون، وهنا أندريا بتقول له إنه التاج معاه وتطلع التاج وتعطيه له هو، ووقتها إسماعيل بيقول لهم إنه آخر أحفاد الملك إخناتون، وإنه آدم هو السبب في الدمار اللي حصل لأسرته، وإنه حوتر كان السبب في الثورة اللي حصلت، ويطلق النار على آمون، فيطير آدم ويلحق الرصاص قبل ما تجي فيه، ويغضب آدم فتطلع منه أشعة تدمر المكان كله، فيلف كارتر أندريا بجناحه، وكانت بيصنع حاجز على آمون، وبعد ما يدمر المكان، تطلع أندريا وتشوف كانت بيكون معاه آمون، وبعدها بيطير آدم ويروح كارتر وراه، ويسأله عن حورت، فيقول له إنه كان ابنه، ونرجع للماضي عشان نعرف اللي صار مع حورت، وبنشوف إنه الحراس كانوا حيقتلوه، لكن فجأة بيختفي من المكان، وبيكون السحرة الستة أنقذوه، فبيروح الحراس وينتقموا من أهله ويقتلوا كل أسرته، ويرجع حورت وهو على شكل شاب كبير لآدم، ويطلب منه إنه يقول شازام، وفي اللحظة هذه بياخذ آدم كل القوة السحرية، ويرجع حورت طفل صغير إنه اختار يسلم قوته السحرية لأبوه، ولكن للأسف بيقدر الحراس يوصلوا لحورت ويقتلوه، وهنا بتتولد قوة الغضب عند آدم، ويقول إنه قوته كانت لعنة عليه، ويفهم كارتر إنه تمثال اللي شافه لحورت مو لآدم، وإنه حورت هو بطل سبق، ويقول له آدم إنه ابنه تمنى يعيش في مكان مختلف، وينزل آدم ويقول شازام، فيرجع لشكله الأصلي، ونشوفهم هم في السفينة، ويصحى آمون، وينزلوا تحت البحر عشان يوصلوا للمدينة، ويسلموا جسد آدم للمسؤول، ويرجعوا على السفينة ونحط آدم في مكان مناسب، وفجأة بيحس كانت بحاجة غريبة، ويشوف نفس الرؤية اللي مات فيها كارتر، وفي المرة هذه بيضطر يقول له عن الرؤية، لكن كارتر ما بيهتم، ويقول له إنه لازم يؤدي الواجب اللي عليه، مهما كانت النتائج، وفي نفس الوقت بتكون أندريا جالسة تفكر في الجملة المكتوبة على التاج، وتكتشف إنه المقصود من الكلام إنه لازم تموت عشان تصحى، وبالفعل بيقوم إسماعيل من الموت، وبيكون اكتسب قوة التاج، ويتغير شكل التاج ويختفي من قدامه، ويعرف إنه إسماعيل رجل الحياة، ويروح باتجاهه بسرعة ويطلق عليها النار، لكن إسماعيل بيكون امتلك قوة التاج، وقدر إنه يصد هجومهم ويرد عليهم، وتبدأ المعركة بينه وبين الملك إسماعيل، ويقدر إنه يهزمهم بسهولة، ويروح عشان يجلس على العرش ويستقبل القوة الخارقة، ويقول كانت لكارتر إنه ما حيقدر يهزمه، لكن كارتر بيعترض على كلامه، ويقول إنه ما راح يستسلم للخسارة، ويتفاجأ بإنه كانت وضع حاجز عليهم يمنعهم من الخروج، ويقرر إنه يضحي بنفسه عشانه، وبيكون الملك إسماعيل استدعى جيش الموت الخاص فيه، ويرسل كانت أفكاره لآدم عشان يصحى، ويقوم آدم يضرب كل الحراس ويطلع، وفي اللحظة هذه بيكون فريق كانت قدروا إنهم يطلعوا من الحاجز، ويروح عشان يساعدوه، ولكن للأسف بيكون الملك قتل ووصل للعرش، وبيشوف إنه في قوة كبيرة شقت السماء، ونرجع لأندريا وإيمون، واللي بيكونوا في منتصف هجوم جيش الأموات الخاص بالملك، ويوصل كريم بالسيارة ويساعدهم في قتل الوحوش، وآدم بيكون لسه في الغيبوبة ويحلم بابنه وزوجته، وفي نفس الوقت بيوقف آمون ويطلب من الناس إنهم يساعدوه عشان يتخلصوا من الظلم، ويسوي نفس الحركة اللي سواها حورت زمان عشان يحفزهم للثورة ضد العبودية، ويتذكر آدم إنه ابنه قال له على كلمة شازام، فيقول الكلمة ويتحول، في هذه اللحظة بيضرب الملك كارتر ويتدمر التمثال، وقبل ما يطيح التمثال على آمون والناس اللي معه يلحقهم آدم وينقذهم، ويروح لسيلكم بسرعة ويقول له إنه يساعد كارتر، وتبدأ المعركة الأخيرة بين آدم والملك إسماعيل، ويحاول آدم إنه ينتزع التاج من الملك لكنه ما بيقدر، ونشوف إنه آمون طلع ووراه الشعب كله، ويقول الملك إسماعيل لآدم أنت مو بطل، ولولا الساحر ما كان حيكون لك وجود أصلا، وهنا بيقول له آدم إنه كارتر بطل ويقدر عليه، وبالفعل بيضربه كارتر، لكن الملك بيقدر إنه يقتله، وبيفتكر إنه تخلص من كارتر، لكن بيطلع إنه كان مستخدم قناعة كانت متعددة الأجسام، وينقسم كارتر لمجموعة كبيرة من نفسه عشان يمسك الملك، ويحاول آدم إنه يأخذ منه التاج، وسيركون بيساعد الناس في القضاء على الوحوش، فيغضب آدم ويفقد السيطرة على نفسه، ويقسم جسم الملك النصين.
ويخطفوا كل أتباعه. ويروح آدم عشان يساعد كارتر، واللي بدوره بيشكر آدم على إنقاذه، لكن آدم بيقول له إن كانت هو اللي استدعاه. وبيوصلوا آمون وأندريا وكريم، بيقول لهم كارتر ينتبهوا على نفسهم ويودعهم ويمشي. وبيشكر سيلكون آدم ويقول له إنه يتمنى يشوفه ثاني. وفي النهاية بيجلس آدم على عرش الملك، لكن بيقرر إنه يدمره عشان كان رمز للظلم والاستعباد، ويقول إنه المدينة كلها أبطال وما يحتاجوا لبطل واحد عشان يحميه. وبكذا يكون الفيلم خلص. شكرا على المتابعة، وإذا عجبك المقطع لا تنسى زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك كل جديد. ومع السلامة.